بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم فاطمة الزهراء أخيار، طفلة برلمانية. أصحاب المعالي، الحضور الكريم، يسعدني التواجد بينكم اليوم لتتحد في لساني أصوات البراءة والأمل، أصوات الطفولة، ونيابة عن جميع زملاء الأطفال البرلمانيين الذين أتشرف بتمثيلهم، أشكركم على إيمانكم بمقاربة تشاركية نكون فيها نحن أطفال المملكة جزءاً من عملية اتخاذ قرارات تهمنا. ببالغ الاعتزاز والفخر بمغربنا، نخلد الذكرى 20 لتأسيس برلمان الطفل المغربي، والذكرى 30 لاعتماد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. وهذا الحدث التاريخي يتطلب منا وقفة لاستعراض أبرز ما عادت به التجربة الرائدة على الطفولة. فبرلمان الطفل المغربي هو فعلا مؤسسة حقوقية، من خلاله دروب أمل سلكت، أسقف أحلام رفعت، مواطنة تجذرت، وبسمة رسمت. هو منارة لإشعاع قيم الحوار والتسامح وتثمين الاختلاف. وقد حظيت بفرصة ولوجه، فأكسبني مؤهلات تواصلية وعمقا فكريا وثقل شخصيتي، فكان بذلك قنطرتي للعبور إلى نهائيات تحدي القراءة العربية على الصعيد الدولي هذه السنة. أصحاب المعالي، الحضور الكريم، بصفتنا أطفالا برلمانيين حرصنا على نقل احتياجات الطفولة في شتى أنحاء المملكة المغربية، وبقوتنا الاقتراحية صغنا أجندة أولوياتنا وعملنا على النهوض بوضعية أبناء جيلنا عبر عشرات المبادرات الخلاقة ومئات الورشات الثقافية والكثير من الندوات التوعوية. حاولنا تشخيص هموم زملائنا الأطفال تكريسا للمبدأ الطفل البرلماني في خدمة بقية الأطفال. تعرفنا على أطفال من فئات شتى وشرائح مختلفة، أدركنا حجم مكابدتهم لصنوف المعاناة، إما لقلة الموارد أو لبعد الخدمات، رعشة البرد التي تسري في جسد ضعيف صغير، الحرمان من مقعد في المدرسة، العنف ضد براعم الأمل. كلها صور عايشناها لنخلص إلى حمولة ترجمناها إلى أعمال ومقترحات وأفكار، محترمين دائما قدسية العملية الديمقراطية، آخذين بزمام المبادرة بعد أن تشبعنا بقيم برلمان الطفل. أصحاب المعالي، الحضور الكريم، باسمه ثغور الباسمة رغم كل التحديات، بلسان الوجوه البريئة، نيابة عن كل قصص الحلم وقصائد الأمل، نلتمس منكم تقريب الخدمات وإيلاء اهتمامكم للأطفال في وضعيات صعبة، كالأطفال المتخلى عنهم أو الأطفال بدون مأوى أو الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية. نلتمس منكم إنشاء دور للشباب وملاعب للقرب بالمجان، وكذا ضمان التدفئة للأطفال في المناطق النائية الباردة. أصحاب المعالي، الحضور الكريم، إن برلمان الطفل المغربي هو منصة تصدح فيها أصواتنا، نعبر من خلاله عن آمالنا رؤانا وتطلعاتنا، من خلال اقتراحاتنا المدعومة بتشجيعكم ثقتكم وإنجازاتكم تندمل جروحنا وسط هذه المؤسسة الحقوقية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم. شكرا لكم على وضعنا في قلب قضايانا، ونرجو
أن يحظى بهذه الثقة كافة الأطفال المغرب. فنحن أبناؤكم وثمار غرسكم نختزن من الإبداع الكثير، شغفنا الابتكار، ميثاقنا الاحترام، وغايتنا الحياة، حياة نتمتع فيها بكافة حقوقنا. أصحاب المعالي، الحضور الكريم، شكرا على إصغائكم لنا، شكرا على مجهوداتكم الجبارة لأجل رسم بسمتنا. باسم قلوبنا النابضة بالحب وعيوننا المفعمة بالأمل، نعدكم إن شاء الله بغد مشرق.